تطوير التكاتف والاقتصاد الجماعي من أجل إنهاء استغلال المرأة في العمل، العنف التكنولوجي، تقوية الاتحاد النسوي ورفاقية المرأة ضد جميع أشكال عنف المرأة ضد المرأة. دراستي مدى جنوجيان بهمان بيبتين قوتن دراستي مايا هكويدجي جنوجيان بهفرة نرخاندن لواكي كو هنجي دبينن إيرو دو بايفين جهاب هاتنا دور خستن أو جي أبن درباري اللي قارنا تشارا سريع برزغري كنشنو جواكي ده كوم خبات نقاش وبروردين جواكي ببلان سازي وكدك هبش دنابا تاخ وكومينان ده هاتن لدار خستن هروها جبوش وباندن و لپیشیا تندیا دجیجنه گرتنه کمیتین هفبش تبی سازین کنگرس دار لهرمن حلب و شهبایه هاتن آبا کرد و دست بکار کرد. اليوم عم نعقد كونفرنس عالمي للمؤتمر الأول للشهباء عفرين وحلب مشترك الكونفرنس تحت الشعار من تضحيات سكينة وأفين ووصولا لتضحيات زينب ونجيهان وجينا أميني. اليوم نحن عم نعقد الكونفرنس بالبداية كانت قراءة لتوجيهات القائد ومن ثم إلقاء كلمة من قبل الرفيقات عضوة في أكاديمية الجينولوجي ومن ثم رح يكون تقييمات للعمل المشترك بين حلب والشهباء وعفرين. طبعا بهالتقييمات كان لمدة عام لعامين. طبعا قمنا بهالفترة نحن من ندوات وورشات عمل وتدريبات في أكاديميات، تدريبات القوات العسكرية، تدريبات كانت خاصة للرجال وخاصة للنساء كمان بهالفترة هاي. طبعا في كان خلال هالفترة كمان كان في حلقة بحث مثل الطلاق، أسباب الطلاق، لماذا، ليش يعني هالانتشار بهالمنطقة هاي. قمنا حلقة بحث عن المرأة والسياسة ضمن المرأة، لماذا بعيدة عن السياسة، كمان عملنا هي حلقة بحث فيها. طبعا حلقة بحث كمان عن موضوع الاستقالات. طبعا المنطقة هي كانت سابقا كانت منكوبة فتم تحريرها ومن ثم مشاركة المرأة بالرئاسة المشتركة جنبا مع جانب الرجل، فبالنهاية صار استقالات من قبل رفيقات المرأة. فطبعا قمنا بهالبحث كمان وطلعنا بالنتيجة وطبعا كتبت عنها كمان. طبعا في بحث رح تنقام كمان على أتيك والأستاتيك. طبعا بهالكونفرنس رح يكون كمان في عرض مسرحي للفريق الهلال الذهبي. طبعا في رح يكون كمان آراء. نحن جايين خمس رفيقات من مركز أبحاث جينولوجي من حلب وعم نحضر الكونفرنس الأول على مستوى إقليم عفرين يلي بتضمن مقاطعة الشهباء، مقاطعة عفرين ومنطقة حلب. طبعا هذا الكونفرنس بهذا الوقت مثل هذا الوقت من هذا الشهر، بالإضافة إلى ذلك مثل هي السنة سنة 2023 بنسميه قرن حرية المرأة. فنحن بنعرف بهذا الوقت إقامة هذا الكونفرنس هو تحدي للضغوطات الحالية، للهجمات الحالية من قبل الاحتلال التركي، بالإضافة للحصار يلي عم بيطبق على هاي المناطق المسكورة من قبل النظام السوري. فإقامة هذا الكونفرنس هو انتصار كمان بالنسبة لنا. طبعا ضمن هذا الكونفرنس واحدة من الأسباب ومن النتائج اللي حابين نوصلها هو إخراج هوية المرأة الحقيقية، الهوية الجوهرية للمرأة، لأنه كلياتنا بنعرف في ظل وجود النظام الرأسمالي على مستوى العالم أجمع عم بيتم التحكم بالنساء وهن فقط مجرد سلعة، إن كانت سلعة اقتصادية، سلعة سياسية، سلعة تربوية. فبالتالي نحن حابين نغير الهوية يلي تم رسمها للنساء الحاليات، وحابين إخراج هوية سياسية حقيقية للمرأة، هوية علمية حقيقية للمرأة عن طريق علم المرأة يلي هو الجينولوجي، علم المرأة والحياة. بالإضافة إلى ذلك رح يتم هذا الشيء من خلال ورشات عمل. ورشات العمل هن أربع محاور: العنف الممنهج على الأطفال، الحد من هي الظاهرة، والحلول لحتى نقدر نغير شيء من المجتمع، بالإضافة إلى ذلك العنف وروح الرفاقية المتواجدة أو الغير متواجدة بين النساء، حابين نشتغل على هي النقطة. بالإضافة إلى ذلك النقطة الثالثة هو العنف الديجيتال أو العنف الإلكتروني الممارس على المرأة، والحد من هي الظاهرة كمان،
والنقطة الرابعة هو الاقتصاد الاجتماعي، كيف فينا نطوره من قبل النساء ونعمل اقتصاد خاص بالنساء، لأنه الاقتصاد واحدة من الميادين يلي المرأة غير متواجدة فيه. ونتمنى الكونفرنس يطلع بمخرجات نقدر فيها نغير من واقع المجتمع الحالي وواقع النساء بشكل عام. بحق نحن كهيئة المرأة اليوم بانضمامنا لهذا الكونفرنس الأول لمركز جينيولوجي في مقاطعة عفرين والشهباء هي خطوة فعلا جريئة وخطوة إيجابية جدا لتطوير علم المرأة الذي هو ابتكره وابتدعه القائد عبد الله أوجلان. يعني هذا العلم غريب عن الحضارات الأخرى، عن الدول الأخرى التي تدعي الحرية. اليوم بعقد هذا الكونفرنس الأول في المقاطعة دليل على أن هناك حركة المرأة بجميع مؤسساتها، بجميع الحركات النسائية الموجودة هنا التي تمثل خط المرأة الحرة. يعني هي بحق تسعى للوصول إلى المرأة المثالية، المرأة التي يصفها لنا القائد عندما يقول هي المرأة الواثقة من رأيها، صاحبة القرار، التي تستطيع أن تدير المجتمع بأكمله كما تدير العائلة. تلك المرأة التي تشكلت بذهنية ديمقراطية وليس بذهنية النظام الأبوي الذي تسلط على روح المرأة وعلى جسدها، الذي قام بتسليع المرأة في جميع المجالات. اليوم بهذا الكونفرنس وبعلم المرأة الذي يقال عنه علم جينولوجي، فعلا هو علم يلم بجميع أنحاء أو بجميع النواحي العملية التي تبدع فيها المرأة والتي تشارك فيها، ولكن في النظام الرأسمالي يتم تهميش جميع هذه الأدوار التي تقوم بها المرأة. على عكس من ذلك في مبادئ الأمة الديمقراطية وفي علم جينولوجي نحن نخص هذه الأهمية ونركز على دور المرأة الرئيسي وعلى دور الفعال والقيم التي تقوم به بتنظيم المجتمع بدءا من العائلة، بدءا من تربية الأطفال وصولا إلى مجتمع ديمقراطي سياسي إيكولوجي.